فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. في الحلقة الماضية عندما كان الحديث يضع أسسه الأولى عن البنوك الإسلامية ومستقبلها ويناقش الحقيقة والأحكام، كانت هناك تساؤلات كثيفة لا عن مستقبل البنوك التوسعي، وإنما عن طريقة التعامل والخوف من الاختراق أو الخوف من زيادة الأطماع، تجربة يرى البعض أنها في دول عدة شابها بعض القصور أو تشابكت فيها الخطوط، حتى صار المتعامل يسمع في أذنيه صوتين لا يدري من منهما يريد له الخير. ورغم أن التقارير عن البنوك الإسلامية إيجابية تشرح قلوب المؤمنين، إلا أن سمعة من هنا أو هناك طبعت ربما من غير قصد شدت في هذه القلوب وترا من الخوف. وفي الحلقة الماضية كان الحديث أيضا يجيب على هذه التساؤلات ويبشر الراغبين بأن العمل في البنوك الإسلامية والتعامل معها فتح للراغبين في الخير والنمى، وأن هيئة من العلماء الأجلاء والمتخصصين المخلصين سوف يسعون إلى وضع خارطة الطريق فيما أصبح يعرف بهيئة الرقابة الشرعية والمساهمة في رفد البنوك بالتعامل الشرعي الصحيح دون ضرر أو إضرار. فما هي حقيقة التعامل إذن في البنوك الإسلامية؟ وما هي أحكامها؟ وكيف يمكن للإنسان أن يبني عن طريقها بيتاً أو يتعامل معها بسندات الضمانات البنكية أو بطاقات الائتمان أو غيرها مما صار التعامل به معروفاً في البنوك التقليدية؟ هذه مع جملة محاور أخرى موضوع لقائنا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة. راجينا منكم أن تشاركوا عبر هذه الأرقام 24-696-6666 و24-697-670، وهذه الأرقام تذكركم بها الشاشة بين الحين والآخر. كذلك أيضا ننتظركم عن طريق موقعنا على شبكة المعلومات العالمية وأيضا ستجدونه على الشاشة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين. فضيلة الشيخ، يبدو أن الناس صاروا على قناعة بأن هذه البنوك، البنوك الإسلامية، لا تعمل إلا من خلال هيئة أو هيئة تمارس الرقابة الشرعية حتى يكتسبوا الاطمئنان في طريقة تعاملها. لو حدثتمونا قليلا عن هذه الهيئة وما يمكن أن تقوم به وما يمكن أن تساهم به أيضا في تطوير هذه البنوك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن من جملة ما يميز التزام أي بنك إسلامي بموافقة شرع الله عز وجل، بدءا من الالتزام بالقواعد والمبادئ الإيمانية ثم بالأحكام الشرعية المتصلة بفقه المعاملات المالية ثم بالاعتبارات والمبادئ القيمية الخلقية، إنما يتحقق من خلال هيئة للرقابة الشرعية. وهذه الهيئة التي تشرف على التزام هذه البنوك بتلكم المبادئ والقيم والأحكام الفقهية المتصلة بمعاملاتها وعقودها ومنتجاتها وصلتها بالمتعاملين معها، لا بد أن تتصف بما يؤهلها لكي تقوم بدورها، بحيث تكون بمثابة الضامن للمتعاملين مع تلكم المؤسسة، بأن كل العقود والمنتجات التي يتعامل بها البنك مع الزبائن إنما هي موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن هذا الدور الرقابي الشرعي غاية في الأهمية، لأنه لا بد أن يكون محل ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية. ولهذا فإن من أبرز صفاتهم أن يكونوا أولا من العلماء المتبحرين في هذه المجالات التي تحتاج إليها البنوك الإسلامية، أي في مجال المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي على وجه الخصوص.
ويحتاجون إلى أن يكونوا مع علمهم الفقهي الشرعي هذا ملمين بالواقع المالي المتغير أيضا. فإن هناك كثيرا من المنتجات والعقود والمعاملات المستجدة التي تطرأ يوما بعد آخر، فإن لم يكونوا على دراية وإلمام بها فإن هذا لا شك سوف يؤثر على اجتهادهم فيما يتصل بمعاملات ذلك البنك الذي يشرفون عليه. ثم مع الجانب العلمي لا بد من الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين والقانونيين الذين يوضحون للمختصين في علوم الشريعة والقائمين على الرقابة الشرعية ما قد يكون غامضا عليهم من أمر هذه المعاملات المالية المعاصرة وصلة البنوك بعضها ببعض وصلتها بالبنوك المركزية وصلتها أيضا بالبنوك العالمية. ومع الجانب العلمي لا بد من النزاهة، لا بد من أن يتصف العلماء الذين يكونون أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية بالنزاهة والصدق والأمانة، لأن دورهم الذي يقومون به بمثابة نيابة الأمة في الإشراف على هذه البنوك الإسلامية. وهذا اتخذ يعني دور هيئات الرقابة الشرعية يتخذ أشكالا متعددة، ونحن حينما نتحدث عن رقابة شرعية فإن هذا يعني أن هناك هيئة عليا أو هيئة رئيسية تكون بمثابة المرجع فيما يتصل بالتدقيق والإفتاء وإصدار شهادات موافقة الشريعة لكل منتج وعقد، وهذه مسألة غاية في الأهمية، فإن أي منتج أو عقد أو نوع من المعاملة التي يصدرها البنك الإسلامي لا بد أن يكون موافقا عليه مجازا من قبل هيئة الرقابة الشرعية. هذه الهيئة العليا قد ينبثق منها لجنة للمراقبة والتدقيق، فالهيئة العليا أو الهيئة الرئيسية لا ينبغي، بل بحسب ما كان في آخر دورة من دورات مجمع الفقه الإسلامي يعني أجمع العلماء على أن لا تكون لهم مصلحة، أن لا تكون لأي عضو في الهيئة الرئيسية للرقابة الشرعية أي مصلحة في ذلك البنك أو المصرف أو الفرع النافذة. لا بد أن يكونوا مستقلين وأن تكون صلتهم بالجمعية العمومية إن لم تكن بجهة أخرى حكومية تقررها الدولة. أما اللجنة لجنة التدقيق والمراقبة فهذه هي التي تتولى وضع الأطر والضوابط و الأسس والترجيحات التي تبنتها الهيئة الرئيسية أن تضعها موضع التنفيذ داخل البنك، لأننا حينما نتحدث عن رقابة شرعية فإننا نتحدث عن اجتهادات، هذه الاجتهادات أيضا مشترطة بأن تكون مبنية على قرارات المجامع الفقهية المعتبرة، لا سيما مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لا بد أن تكون أيضا مرتبطة بالمعايير والمقاييس التي قررتها هيئات المراجعة والمحاسبة الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. وضع ذلك موضع التنفيذ من خلال مواد العقود والمنتجات التي ينتجها البنك للمتعاملين معه إنما تتولاه لجنة فرعية تكون شديدة الصلة بهذه المعاملات وبتفقدها وبمراجعتها التأكد من أن كل شرط وكل مادة اشتمل عليها ذلك العقد موافق للضوابط التي رجحتها والتزمت بها هيئة الرقابة الشرعية. ثم يأتي بعد ذلك فرع ثالث لهيئة الرقابة الشرعية، وهذا الفرع لا بد أن يكون موجودا داخل البنك حتى يتمكن من التدقيق المالي والإداري على المعاملات وفقا لما قررته هيئة الرقابة الشرعية الرئيسية واللجنة المنبثقة عنها، بحيث يتأكد من أن المعاملات تسير داخل البنك وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية. فبذلك تتحقق الطمأنينة من أن هذه المنتجات وهذه العقود هي موافقة حقيقة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة. طيب فضيلة الشيخ، يعني قبل استقبال المكالمات، هل هذه رغبة منكم ودعوة إلى وجود هذه الرقابة الشرعية، إلى وجود هذه الهيئة
أم بالفعل صارت هناك خطوات عملية لتشكيل هذه الهيئة ولرسم تفاصيل صورها، أم أنكم في الوقت الحالي ستكتفون بالاتصال بهيئة الرقابة الشرعية في مملكة البحرين كما تساءل بعض الإخوة في الحلقة الماضية؟ أولا نحن نتحدث الآن، أنا لا أتحدث عن البنك الإسلامي الذي سيقام في السلطنة نيابة عنهم، لا، نحن نتحدث عما ينبغي ويجب أن يكون عليه وضع البنك الإسلامي في السلطنة، بحيث نضمن أن معاملاتهم فعلا موافقة لأحكام الشريعة، وأن لا يتحايل على الناس بتسويق منتجات تحمل اسم الإسلام لكنها لا تحمل معناه ولا شروطه ولا تكون موافقة في مضامينها لأحكام هذا الشرع. إذن هي وبالتالي دعوة الذي نقوله، لا، هي ليست أيضا مجرد يعني دعوة أو دعوة، نعم، نوجهها إلى القائمين والمسؤولين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، نعم، وإنما هذا صار يعني هذا الذي أصفه صار عملا منهجيا متفقا عليه من قبل المجامع الفقهية وفي مقدمتها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. الهيئة التي تشير إليها هي هيئة المواصفات والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين، هي هيئة تتصل بالمعايير وتصدر معايير لضبط أعمال المؤسسات المالية، ليس فقط المصارف وإنما حتى شركات التأمين وكل الشركات التي تلتزم في أعمالها بالضوابط الشرعية، تصدر لها معايير أيضا بطريقة مجمعية اعتمادا على ما يصدر عن المجامع الفقهية المعتبرة. لكم عضوية فيها؟ نعم، كل هذه المؤسسات لنا للسلطنة فيها عضوية. نعم، جميل. وبالتالي نحن يعني الشيخ سيف ينبغي لنا في هذه المرحلة أن نستفيد من آخر ما وصلت إليه البنوك الإسلامية. صحيح أن تجربتنا جاءت متأخرة، نحن آخر دولة خليجية يعني تكون فيه الإذن بممارسة البنوك الإسلامية وفتح نوافذ للمعاملات المالية الموافقة للشريعة، وهذا في حد ذاته يلزمنا أيضا بأن نأخذ بآخر ما وصلت إليه البنوك الإسلامية في معاملاتها جميعا، في رقابتها الشرعية، في منتجاتها، وأن نتجنب أيضا، هناك بعض الأخطاء، هناك بعض أيضا العقبات التي واجهوها التي واجهها من تقدمنا، أيضا يمكن لنا نحن أن نتلافى هذه العقبات وأن نتجاوزها بداية. جميل، نستقبل هذه المكالمات ثم بعد ذلك نؤكد على الأرقام أيضا. الأخ محمد لهيبي، يا مرحبا وسهلا. عفاك الله الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. عفاك الله. كيف حال فضيلة الدكتور؟ حياكم الله يا أخي، بارك الله فيك. تفضل محمد. دكتور العزيز والشيخ، استفساري من عندك. تفضل. هذه البنوك الإسلامية قائمة على الأربعة. نعم. السؤال الأول. تفضل الأخ محمد. السؤال الثاني. لا، نسمع مرة أخرى السؤال الأول. السؤال الأول، هل البنوك الإسلامية قائمة على عملية الأرباح أو لا توجد أرباح تماما؟ نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حسب ما نما إلى علمي سابقا، بين أحد البنوك الإسلامية كمثل عملية شراء المنازل، مثلا أنت جبت منزل بقيمة 20,000، هم يقوموا بشراء هذا المنزل وبيعه إليك مرة أخرى بما يعادل قيمة 35,000 أو 40,000. نعم. هل هذه الطريقة نفسها راح نستخدم في البنك المستقبلي؟ نعم. الإسلامي الذي سوف يقام بالسلطنة أو غير ذلك؟ طيب، شكرا. شكرا لأخ محمد لوهيبي، شكرا جزيلا لك. الأخ علي الحميدي. أخ علي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال واحد. أهلا بك الأخ علي، تفضل. بالنسبة للنظام البنك الإسلامي، نعم، كان وجد في بعض البنوك القائمة في السلطنة، نعم، يقولوا في موجود نظام، عندهم نظام إسلامي وعندهم يزعموا بأنهم عندهم فتوى من سماحة الشيخ في، نعم، هذا النظام. طيب، يجد الواحد ما في فرق بين ما هو يقترض مثلا أو يشتري بيت على سبيل المثال، نعم، يقول له تدفع 20%، والمبلغ إذا كان مبلغ 20,000 يتضاعف إلى 40,000، نعم، ويحسبوا له بنظام الفائدة. طيب، إذا إيش الفرق يعني بين ما يكون هذا وهذا؟ تحس ما في فرق
بينما يكون هم نظام الإسلامي ونظامهم غير إسلامي حسب هو قائم. فأنا نحن نريد من الدكتور الشيخ الدكتور أن يوضح ما هي الأسس التي يجب الإنسان أن يتبعها حتى يتوقع هذه الأمور. طيب واضح سؤال الأخ علي. طيب شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. الأخ ياسر الطوقي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك الأخ ياسر. خير أخي شيخ ومساء الخير للشيخ كهلان. الله يمسك الخير. لدي مداخلة وثم أتبعها بسؤال إذا ممكن. تفضل الأخ ياسر. معظم التجارب في قيام المنظمة الإسلامية في بعض الدول واجه الكثير من التحديات، وأول هذه التحديات هي في الأساس محاربة قيام هذه المفارق من قبل بعض البنوك والشركات التجارية، ووضعوا لها الكثير من يعني الأعذار أن هذه المصارف لا تلتزم بالمعايير والقوانين الدولية وأنظمة الصيرفة العالمية. أيضا قالوا أن هذه المصارف لا تقوم على أساس متين، فبالتالي أن الزبون هو غير مؤمن في ودائعه، وأن الودائع ستكون دائما في خطر. وأيضا أحد الأعذار قالوا أنها أن هذه المصارف قد تكون غطاء لتمويل جماعات متفرقة وغيرها. ثاني هذه التحديات هو تضييق الخناق على حرية المعاملات في هذه المصارف. فألزم هذه المصارف على سبيل المثال الالتزام بتعيين نسبة فائدة ثابتة في معاملاتها على القروض. طيب. وأيضا قالوا أن نحن لا. لا خياسر. يعني لدي نسبة لا. ثابتة، لكن أنتم لكم خيار في قبضها بالصبغة الإسلامية التي ترونها، لكن إحنا في الأخير نريد أن تكون هناك نسبة فائدة معينة تلتزم بها هذه البنوك. طيب الأخ ياسر، ربما الأخ ياسر نعم. نحن فقط سنكون حريصين جدا على قضية الوقت، فهذه المعلومات التي أدليت بها مهمة، وبالفعل هي كتابات كثيرة جدا يقرأها الإنسان في شبكة المعلومات العالمية وغيرها، لكن ما سؤالي نعم. الأخير نعم. حتى أختصر الوقت. فضل. ما هو يا دراتور دور المؤسسات الدينية المتمثلة في مثلا الرقابة الشرعية والمشايخ والعلماء الكرام في منع مسخ وتشويه صورة المصارف الإسلامية في حالة قيام؟ نعم. وشكرا لكم. هذا سؤال مهم، شكرا جزيلا أخ ياسر، بارك الله فيك. نكتفي الآن بهذه الأسئلة، ونذكر بالأرقام 24-696-6666. هناك رقم دولي أيضا لمن أراد أن يتصل من خارج السلطنة 00-96-5-8-55-00-96-5-8-55. فضيلة الشيخ، مرة أخرى نعود إلى هذا الموضوع، وأنتم أكدتم في الحلقة الماضية أن بعض النماذج التي طبقت على أساس أنها معاملات شرعية قد لا تكون هي بالضرورة الموجودة في البنك الإسلامي القادم أو في المعاملات الإسلامية القادمة، ولكن يبقى السؤال المطروح عند الناس قضية القرض من البنك الإسلامي. هناك من يريد أن يبني بيتا، هناك من يريد أن يشتري سيارة، هناك من يريد أن يؤسس مشروعا، وهلما جرى، هل البنوك الإسلامية توفر هذه الخدمة وبأي طريقة؟ نعم، هذه هي وظيفة البنوك الإسلامية، شأنها في ذلك شأن غيرها من البنوك، إلا أنها توفر هذه الخدمات وهذه المنتجات للناس بصور موافقة لأحكام شرع الله عز وجل. نعم. وهذه حقيقة ينبغي أن يعيها الناس وأن يدركوها، فإن هذه البنوك والمصارف إنما هي كما قلنا مؤسسات ربحية، وهي في ذات الوقت تقدم منافع وتحقق مصالح للناس في المجتمع، وبالتالي تتحقق مصلحة الطرفين، تتحقق مصلحة هذا الزبون الذي يتعامل مع هذه المؤسسة، كما أن مصلحة المؤسسة أيضا ظاهرة غير خافية. لكن أحيانا يقع الناس في خطأ خلط هذه العقود بعضها ببعض، فحينما نتحدث عن ما سألتم عنه من نحو بناء البيوت، فمقتضى عمل البنوك الإسلامية في سائر أو في أغلب منتجاتها
في أغلب عقودها ومعاملاتها يقوم على المشاركة الحقيقية بين الزبون وبين البنك. أما البنوك الربوية فإنها تقوم على مبدأ الإقراض والاقتراض، وبالتالي فما يتصل من خلال ما ورد إلينا من أسئلة حول نسبة الزيادة التي يقولون يعني يقول السائل بأنها فائدة، وقد يعني تم التأكيد في سؤال أهل الذكر أكثر من مرة أن تسمية هذه الزيادة الربوية بالفائدة تسمية لا يقرها الشرع، وقد أثبت الواقع أيضا أنها ليست بفائدة وإنما هي خسران، والأصل في ذلك قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء، يعني في الإثم. فإذا هي ليست بفائدة، هي في الحقيقة، ولكن لنتفق على أنها نسبة زيادة، هذا لا يسري على معاملات البنوك الإسلامية في تعاملها مع زبائنها في المنتجات التي تقدم لهم فيها خدمات. فموضوع كتمويل بناء بيوت، تمويل إسكاني، الحقيقة هذا لا يقوم على الإقرار ولا على المرابحة كما قال يعني المتصل الأول محمد الذي قال أن يعني البنك يشتري ثم يبيع، لا، المرابحة في الغالب هي في المنقولات، وسنأتي للمرابحة. أما التمويل الإسكاني كأن يكون عند الزبون أرض لكنه لا يستطيع البناء عليها، هو راغب في مسكن له، فإنه يتجه للبنك وينشئان معا شراكة في أرضه، فيشتري البنك منه حصة على الشيوع، حصة شائعة، كأن يشتري 80% من الأرض مثلا، يشتري البنك من أرضه 80%، هذه 80% من هذه الأرض تسري على كل ذرة رمل في هذه الأرض، لذلك قلنا أنها حصة على الشيوع. فنوع الشراكة التي نشأت بينهما هي شراكة كما يقول الفقهاء، إلا عند من يجيز إقامة شراكة على الشيوع بين كل الشركاء تسمى شراكة ملك، ليست شراكة عقد، لا يراد منها إنشاء شركات تثميرية تنموية، وإنما يراد منها تحقيق مصلحة، كالشراكة التي تنشأ بين الوراث في التركة في مال مورثهم، هم لهم أنصبة في كل ما تركه حتى تتم القسمة، بقيمة شرائهم لحصة في هذه الأرض يدفعون له، فيقيم بذلك المبلغ المنزل على هذه الأرض، صاروا شركاء في الأرض، وهو قد أحدث في هذه الأرض التي يملك البنك أغلبها، إن لم يكن يعني يشتريها كلها فهو يملك أغلبها 80% أو 90% بحسب ما يحتاج هو إلى يعني مبالغ يقيم يبني بها البيت، وبحسب ما يتفق الطرفان على سعر الأرض. جميل. بالمبلغ الذي يقبضه منهم سيبني البيت، ثم ليتذكر الآن أن الأرض التي أقام عليها البيت، أقام عليها المسكن، يملك البنك أغلبها أو يملكها جميعا، ولذلك فبانتفاعه بحصة البنك سيدفع إجارة للبنك، ثم إن حصة البنك التي يتملك بها، التي تملك بها البنك حصة مشاعة في هذه الأرض، تقسم إلى وحدات متساوية، يشتريها هذا الذي بنى البيت، يشتريها الزبون بالتدريج، وكلما تملك أكثر نقص مقدار الإيجار الذي يدفعه مقابل انتفاعه بالأرض، وهذا النقصان يضاف إلى ما يدفعه لشراء الوحدات أو لشراء حصص البنك من هذه الأرض، حتى إذا ما صار ملك الأرض جميعا له، ردت له الأرض، خرج بأرضه وبيته، ولا ريب أن البنك قد انتفع من تأجيره للأرض حينما كان يملك حصة فيها، وبالتالي انتفع الطرفان. فهنا يأتي بعض الناس ويكيفون المسألة أنه أخذ منهم قدرا من المال ورد إليهم قدرا مضاعفا من المال، ونسوا أن طبيعة تكييف المعاملة هو ليس قرضا من البداية، هو تمويل إسكاني قام على شراكة بينهما، انتفع الطرفان جميعا، فهو أيضا انتفع باسترداده للأرض التي باعها وبالمنزل الذي أقامه عليها، ولا ريب أن البنك أيضا انتفع، وهنا شراكة، ليس هو بقرض حتى نجري عليها ما يجري على القروض الربوية.
وهنا تنبيه لأن أيضا ربط الربا بالزيادة هو ليس صحيحا دائما، لأن الربا قد يوجد مع عدم وجود الزيادة. ولذلك فإن الشيخ القطب رحمه الله في شرح النيل يقول بأن القرض صورة مستثناة من الربا، بمعنى أن هذا الذي أقرض غيره إن كان يقصد من ذلك الإثراء باختلاف القوة الشرائية للعملة على سبيل المثال، فإنه بذلك يكون آثما وتكون هذه المعاملة معاملة ربوية مع أن لا زيادة. وكذا الحال بالنسبة للصرف على سبيل المثال، فإن الصرف يشترط أن يكون يدا بيد. أما إذا أجل جزءا من المبلغ ولو بعد حين فانفض المجلس ولم يؤدي بعض المبلغ في الصرف، فإن هذه المعاملة معاملة ربوية مع أنه لا توجد زيادة. إذن الربا لا يرتبط بالزيادة. طيب، ويعني هنا أنا أريد أيضا أن أعود إلى مسألة الرقابة الشرعية. لأن ذكرنا الهيئة الشرعية الرئيسية وذكرنا لجنة تنبثق منها ثم فريق يقوم بالتدقيق، أيضا لا بد من وجود لجنة مركزية. هذه اللجنة المركزية لي يعني أو قسم مركزي ينبغي أن يؤول إلى البنوك المركزية لتتولى التدقيق على مثل هذه المعاملات، ومنها هذا النوع الذي تحدثنا عنه وهو التمويل الإسكاني. طبعا لا بد من التأكيد، نحن حينما نتحدث عن بنوك إسلامية نتحدث عنها في مجتمع مسلمين، إذن ينبغي للمتعامل مع البنك أيضا أن يتذكر قيم الإسلام وأخلاقه وآدابه، فلا ينبغي له أن يتوسع في شغل ذمته بديون عليه لأي طرف كان، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الدين وقال وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وحذر من يعني الدين وكان يستعيذ منه عليه أفضل الصلاة والسلام، وأمر أن يكون أيضا، وهذا هدي القرآن الكريم وهدي هذا الدين، أن يكون إنفاق الإنسان قدر احتياجه، فلا ينبغي له أن يتوسع إن كان يعني حتى في المسكن، ينبغي له أيضا أن ينظر في احتياجه واحتيال أسرته وعياله، وأن يكون بناؤه لما يلبي له تلك الاحتياجات في الحال وفي المستقبل، وألا يبالغ ويسرف ويشتغل بالمظاهر ومباهات الآخرين. طيب فضل الشيخ، يعني السؤال الذي يطرحه الأخ محمد الوهيبي والأخ علي الحميدي هو لا يزال يتجه أيضا إلى نفس المعاملة التي ذكرتم تفصيلها الآن فيما يتعلق ببيع المشاركة. نعم اسمها مشاركة منتهية بالتمليك أو مشاركة متناقصة، ولكن هذه المعاملة كما يقول البعض عندما بدأ يتعامل معها وجد أن المبلغ الإيجار الذي يدفعه إلى البنك كبير جدا، بحيث أنه سيرد إلى البنك في نهاية الأمر، استقرض مثلا أو باع بأربعين أو أخذ 40,000 سيرده 60,000. نعم. مبلغ مبالغ فيه جدا يعني، ولذلك تكثر العبارات كمن استجار من الرمضاء بالنار وغيرها. نعم. هل هناك معاملات أخرى أم يمكن أن تتغير مثل هذه المعاملات في البنك الإسلامي القادم أو النوافذ القادمة، أم سيظل على نفس الوضعية كما يقول محمد لهيب؟ لا، هو الآن السؤال أيضا فيه إلزام. نعم. الإلزام من جهة أن تكييف السؤال وكأن المعاملة معاملة إقراض، في حين أنها ليست معاملة إقراض، هي مشاركة. هذه المشاركة تؤول إلى تملك الرجل، تملك الزبون للأرض وللبناء الذي أقيم عليها، فهي مختلفة لا تسري عليها، لا ينبغي لنا أن نعم. أما إذا كان هناك يعني السؤال حول غلاء هذا المنتج في يعني بنك إسلامي أو في نوافذ للبنوك الإسلام للمعاملات الموافقة للشريعة في البنوك التقليدية التجارية، فإن هذه في ظني أو ينبغي أن نتنبه إلى أن منفعة إنشاء أو الإذن بفتح نوافذ للمعاملات الموافقة للشريعة هو إيجاد جو من المنافسة الشريفة بين هذه المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات الموافقة للشريعة، وهذه مسألة هامة. أما إذا تفرد بنك بتقديم معاملات ومنتجات موافقة للشريعة فقد يستغل الوضع. نعم. وهنا أيضا لا بد من ثقافة المستهلك، لا بد من أن يكون على ثقافة ووعي، وكما قلت لا يسوغ أيضا مطالبة البنك بالالتزام بأحكام الشريعة وغض الطرف عن المتعامل مع هذا البنك أيضا في وفائه بوعوده وبالتزاماته وفي
أدائه لما عليه من التزامات مالية للبنك الذي يتعامل معه. طيب فضل الشيخ، ننتقل إلى محور آخر. الأخ أبو عبد الله من الموقع يقول: هناك رباط وثيق جدا بين البنوك والتأمين، فما هي الحلول التي تطرح عادة في المعاملات البنكية التي لها صلة بالتأمين، وبعبارة أخرى التأمين التكافلي؟ نعم، هذا سؤال يعني جيد، وهو في الحقيقة يجيب على يعني السؤال بنفسه. فنحن حينما نتحدث عن بنك إسلامي وعن منتجات وعقود موافقة لأحكام الشريعة، فإن هذا يعني بالضرورة أن تكون عقود التأمين المصاحبة لهذه المنتجات جميعا ولهذه العقود أن تكون عقود تأمين موافقة لأحكام الشرع أيضا، وهذه تتمثل في عقود التأمين التكافلي التي ينبغي أن توجد متساوقة مع إنشاء وإقامة البنوك الإسلامية. لا يسوغ أن تكون المعاملات التي تقوم بها البنوك معاملات شرعية في حين أن عقود التأمين عقود تأمين تجاري، ونحن نعلم أن التأمين التجاري هو عقد فيه غرر وجهالة وغبن فاحش، وأنه عقود لا تجوز شرعا. ولذلك فلا بد أيضا من إيجاد بديل صحيح شرعا، وهو التأمين التكافلي الذي يقوم على أساس أيضا أن الذين يؤمنون، وفي الحقيقة هم المؤمن لهم أي الزبائن، هم شركاء برؤوس أموالهم في شركة التأمين التكافلي. شركة التأمين التكافلي مضارب، تضارب بهذه الأموال، ولهم يتحملون يعني من الخسارة مقدار أنصبتهم في رأس المال، ولهم من الأرباح أيضا بقدر أنصبتهم في رأس المال، وهم يتراضون فيما بينهم على تعويض المتضرر منهم بمحض إرادتهم، يتراضون بذلك. وبالتالي فهذه أبسط صور عقود التأمين التكافلي التي ينبغي أيضا أن تصاحب وجود معاملات بنكية موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. ناخذ الأخ مسلم المشيخي. الأخ مسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ مسلم، عساكم خير. فاك الله، تفضل. فضل الشيخ. نعم تفضل. فضل الشيخ، ممكن استفسار؟ تفضل أخ مسلم، نحن نسمعك جيدا. زين، ممكن الذي على بنك تجاري ومن التجاري يبغى يتحول للبنك الإسلامي، إيش الطريقة؟ نعم، جميل، سؤال مهم، شكرا جزيلا أخ مسلم. الأخ خليفة الحمداني. نعم نعم، أهلا بك الأخ خليفة، تفضل. كيف الحال؟ يعني هذه مسجلة ومباشر الحال. لا مباشر، تفضل أخ خليفة، تفضل. الله يفضل عليك. هو فقط نحن بغينا نداخل بمسألة. تفضل. الدكتور يوضح بشكل صحيح، يعني يوضح ما قائم الآن والمشي عليه في البنوك الإسلامية. نعم، لكن في مقترح. تفضل. أو في سؤال مثلا. البنوك الحالية القائمة في كل الوطن، مثلا نحن عندنا في السلطنة. نعم. قائمة بما نرى على أن فيها شبهة، أو بما يروهما على أن فيها شبهة من الربا. نعم. في مقترح، يعني لو نحن نسأل الدكتور على أن لو مثلا الهيئة المصرفية تدعم هذه البنوك المحلية. نعم. تدعم البنوك المحلية بعدة مقومات، يعني تسند عليهم مثلا مجلس المناقصات. نعم. فيحصل فائدة من عقود الشركات أو الأموال اللي تصرف إلى الخدمة العامة في البلاد. نعم. يستفيد البنك هذا من نفس العقود هذه أو المناقصات، مقابل انه يسهل القروض والقروض للمواطن بدون ربا، يعني يدعم. نريد نسأل، لو دعمت الهيئات الحكومة البنوك المحلية. نعم. على انها ما تاخذ نسبة في اي قرض. نعم. وتتبنى تدعم البنوك المحلية بالمقومات. طيب. العملية اللي تقوم بها الدولة هذه. طيب. وتسندها الى الشركات حتى تخدم في البلاد على طريق البنوك المحلية. طيب، المداخلة واضحة الأخ خليفة، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. الأخ حمود الراشدي أخيرا، بعد ذلك نرجو من الإخوة أن يتوقفوا. الأخ حمود، تفضل. الأخ حمود الراشدي،
أنا قلت مكالمتك الأخيرة فقط، ما قلت الأخ خليفة. طيب الأخ محمود اعتذر. فضيلة الشيخ، طبعا نجيب على هذه الأسئلة، وهناك أسئلة كثيرة جدا هذه الحلقة يعني الأخيرة تقريبا في موضوع البنوك الإسلامية. الأخ ياسر الطوقي من ضمن أسئلته يقول: ما هو دور المؤسسات الدينية في حماية البنوك الإسلامية من التشويه الذي يلحقها والذي جاء في كثير من الأحيان كنوع من المنافسة أو نوع من الكيد من بقية البنوك لهذه البنوك حتى لا تنتشر ويكون لها رواج؟ كلام الأخ ياسر في محله، لكن المسؤولية مشتركة. أولا، ينبغي للبنك ولأي مؤسسة مالية تلتزم بأحكام الشريعة أن تثبت مصداقيتها للناس. هذا جزء من هذا، واجبها ومسؤوليتها، وهذا جزء من ردها على الشبهات التي تثار حولها. ونجاحها كفيل برد هذه الشبهات. الأمر الثاني، كما أشار هو أيضا إلى أن المعنيين عن الخطاب الديني سواء كان من خلال هيئات الرقابة الشرعية أو من خلال اللجان أو مؤسسات الإفتاء ينبغي أيضا أن يوضحوا للناس ويبينوا الأحكام الشرعية المتصلة بالمعاملات المالية. وهنا نقطة مهمة أيضا، لا ينبغي لنا أن نقع في خطأ حصر المفهوم الواسع للمعاملات المالية الإسلامية، للاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد الإسلامي في زاوية البنوك الإسلامية فقط. لا، المسألة أوسع من ذلك بكثير. وما أمر البنوك بشكل عام إلا جانب، وهو جانب هام لا ريب في النشاط الاقتصادي لأي مجتمع كان، لكنه لا يعني أنه كل النشاط الاقتصادي. وهذه قضية ينبغي لنا أن نفهمها، ولأجل ذلك لا بد أن تكون كما قلت المسؤولية مشتركة. والكثير من الشبهات التي قال هو بأنها تحديات، وهي فعلا كانت كذلك، كان فعلا يعني كانت في وقت من الأوقات شبهات وتحديات كبيرة، إلا أنها زالت مع مرور يعني الزمن، لأن هذه البنوك الإسلامية أثبتت كفاءتها بما رد هذه الشبهات وأبطلها. ولكن مع ذلك يبقى أن هناك يعني هذه منافسة، ولكن الذي يجعل المنافسة شريفة هو سلامة الذمم، ونحن في مجتمع مسلم له هويته القائمون على هذه البنوك. وأنا قد سررت كثيرا بأني وجدت أن هناك عناصر عمانية شابة مؤهلة قادرة أيضا على بذل خبرتها وتجربتها وعلمها في سبيل الارتقاء بالنشاط البنكي الإسلامي في السلطنة، وهذا شيء يسعدنا لا شك، مع دعوتنا أيضا إلى أهمية قيام المؤسسات التعليمية بتقرير مناهج ومساقات للاقتصاد الإسلامي لتعليم الأجيال الناشئة وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا قادرين على فهم هذه الأمور جميعا، وللعمل في هذه المؤسسات بمختلف أنواعها، ولأجل أيضا أن يكونوا أن يعينوا على نشر ثقافة صحيحة في المجتمع. وهنا لا بد من التأكيد أيضا على أنه لا ينبغي الانسياق وراء التبرير للمؤسسات المالية الإسلامية أيضا أيا كان شكلها، بل لا بد من اتباع الحق ومن الرقابة الصحيحة وفقا للأسس والمعايير. الآن هناك حتى أنظمة إلكترونية لضبط أعمال هذه البنوك الإسلامية، لا يجوز التحايل عليها. يعني هذه الأنظمة الإلكترونية تسمى، وعذرا عن استخدام يعني كلمة إنجليزية، النظام الإلكتروني الأساسي للعمل البنكي يسمى الكور سيستم، نظام الأساسي الجوهري. يعني تمكنت البنوك الإسلامية التي صارت لها خبرات سابقة والمجامع والهيئات من إيجاد نظام تقني يصلح لهذه المؤسسات الإسلامية، يوصل إلى حد التمكن كما أفادني بعض الشباب العمانيين من تسهيل حسابي حتى الزكاة للمتعاملين بكل سهولة ويسر. جميل. للمتعاملين أو المودعين بمختلف أنواع الودائع الجائزة شرعا في المصارف الإسلامية. هنا مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ، ونرجو أن تكون الإجابات قصيرة. الأخ مسلم يقول: الانتقال من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي هل يصح؟ هذا له خطوات مبثوثة في قرارات مجمع الفقه الإسلامي، وهي خطوات معينة تتحول بها رؤوس الأموال من أموال بنيت على ربا إلى أموال يمكن أن يقام عليها بنك إسلامي. وهنا يعني المسألة الأهم هي موضوع، واعذرني لن أطيل يعني كثيرا، لكن موضوع فتح نوافذ. هذه تعني فروع شبه مستقلة من البنوك
الأصلية التابعة لها، وهذا موجود في مختلف أنحاء العالم. هي تحمل اسمها وتحمل طابعها العام، وإلا أنها من حيث معاملاتها المالية ومنتجاتها وعقودها موافقة للشريعة تماما، يجب أن تكون كذلك. وبالتالي فهي من حيث إدارتها وأموالها وحساباتها منفصلة عن يعني أصولها التجارية التقليدية. وهذا مما يعين على التحول أصلا إلى بنوك إسلامية بالنسبة للبنوك التقليدية التجارية. جميل. طبعا الأخ خليفة يقدم اقتراحا أظن فيما يتعلق بدعم البنوك التقليدية حتى أيضا لا تأخذ شيئا من الربا على المتعامل معها، وأظن هذا مقترح لا يتعلق به سؤال. طيب الأخ عبد الله أيضا يقول هناك فكرة أن التعاملات الشرعية المعاصرة تسير على الحد الأدنى من الجواز الشرعي، أو بعبارة أخرى ملأ بالترخيص والعدول للأقوال التي هي أقل قوة من غيرها على الأقل، هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا دائما. أنا قلت في الحلقة الماضية بأن كثيرا من هذه المعاملات المالية مبنية على التوسعة، لكن هذه التوسعة لا تعني تتبع الرخص ولا تعني التلفيق، وهذا من الأسس الشرعية التي لا بد أن تلتزم بها هيئات الرقابة الشرعية. ليس لهم أن يراعوا أن يسعوا إلى تتبع الرخص وإلى التلفيق الفقهي، بل عليهم الالتزام بالأدلة الشرعية وباختيار ما هو أحسن للناس وأفضل لهم في دينهم أولا ثم في معاملاتهم المالية. ولذلك يعني هذه مسؤولية كبيرة على هيئات الرقابة الشرعية وعلى البنوك نفسها، بحيث تبتدع أنواعا من المعاملات والمنتجات تحقق موافقتها للشريعة وتلبي رغبات الناس. جميل. بقي لدينا قليل من الوقت، ولكن هناك سؤال مهم لا يزال يطرح نفسه في قضية التعامل مع البنوك الإسلامية. ماذا عن بطاقات الائتمان الذي يتعامل به الناس في البنوك التقليدية؟ أن هناك بطاقات ائتمان ربما توفر أيضا مبالغ معينة يمكن أن يستخدمها الإنسان وما يسمى الكشف أو حساب المكشوف. نعم. فهل هذا سيتوفر في البنوك الإسلامية وبأي طريقة؟ لا، الكشف على على الحساب أو المكشوف. على المكشوف، السحب على المكشوف أو يشتمل في حقيقته على شرط ربوي فهو لا يجوز شرعا. نعم. وبطاقات الائتمان أو بطاقات يعني للتعاملات المالية النقلية سواء كانت إقراضية أو بطاقات دفع إلكتروني لا بد أن تكون مغطاة برصيد كاف لكي يستعملها هذا يعني الزبون. وبالتالي فإن بطاقات الائتمان أيضا مسألة صارت جزئية في البنوك الإسلامية، طالما أن نظام الإيداع ونظام بكل أنواع الإيداع المسموح به شرعا في البنوك الإسلامية لا يخول حامل البطاقة إلا باستخدامها في حدود الرصيد المتاح له، أو أن توفر له قرضا حسنا في مدة معينة دون اشتراط أي زيادة بعد ذلك إن انقضت المدة ولم يسدد، وإنما تكون مطالبته وفقا لإجراءات معينة بعيدة كل البعد عن أي اشتراط لنسبة زيادة ربوية. جميل. هذا شيء عظيم، لأن الكثير من الصرعة إنما صرعوا بسبب بطاقات الائتمان وغيرها من التصرف الخاطئ معهم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، شكرا لكم على هذا العطاء. شكرا لكم أعزائنا الكرام، ونشكر وإياكم فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة على ما قدمه طوال حلقتين عن البنوك الإسلامية حقيقة وأحكاما. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتطرق إلى موضوع آخر سنعلن عنه في حينه بحول الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.